السلام عليكم. والتلج الدراري التلج وسط الدنيا كامله بيضاء. انا هذا الفيديو درتو على هذاك الدري، هذاك الاستاذ المعجزه، هذاك المهدي مليار اللي سدوا له هذوك المدارس. يعني ما هذاك الشيء ما كيصرفش المغرب. مثلا واحد الدري بحال هكاك موهوب، واحد الدري عنده ما يقول، واحد الدري كيوعي الدراري وكيقري الدراري مزيان، والناس كاع كاملين بغاوه، انتم تجيو تسدوا له المدارس. يعني ما داك الشيء ما كيصرفش البلاد. حنا يعني واخا دار هو داك الشيء بلا رخصه، عطيو له الرخصه. فين كاين المشكل تما هو؟ اش كان كيدير؟ ما كيقري الدراري، يعني كيوعي الدراري. علاش غادي تسدوا له المدارس وداك الشيء باش طيحوا من الارض؟ علاش؟ كون كان وقف شي دوله اخرى، كل دوله عاونات، كون عطات له المباني فابور، كون عطات له بزاف ديال الحاجات، لانه هو الدري قاري وعنده ما يقول وكيقري الدراري. والحمد لله كاع الدراري اللي كيقراو عنده كلهم كينجحوا وكل شيء. وانتم تجيو في دقه واحده وتسدوا له المدارس، علاش؟ لانه هو ولد الشعب والدوله ديالنا. حنايا المغرب حنا كتشجع غير 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 الموسخات والموسخين، هذوك صحاب الليالي الحمراء اللي كيمشيو كيعرضوا الاجداد ديالهم على الخنازير ديال الخليجيين في الامارات وفي قطر وفي السعوديه. وهذوك انتم هذوك كتشجعوهم، لان هذوك هما كيزيروا كيلبسوا الحوايج المزيرين، كيمشيو كيشطحوا الخنازير ضد الخليجيين. هذوك كتشجعوهم، اما بحال هذوك الدراري مساكين اللي هما زعما كيخدموا البلاد وبغاو يقريو الناس ويديروا هادو، نتوما تسدوا لهم طرق لهم باب الرزق. علاش؟ لان ما عندهمش الرخصه. وهادوك اللي كيغنيو وكيشطحوا وكيديروا عندهم شي رخص، هادوك اللي يتخلصوا كل شهر وهادي وزيد وزيد وزيد، هادوك عندهم الحق، هما هادوك عندهم الرخصه بالحق. واحد الدري مسكين ولد الشعب وكيقري ولاد الشعب، هذاك ما عندوش الحق هو. وهاديك هي الدوله ديالنا حنايا، الدوله المغرب هي هذيك. واحد فيه 400,000 كيلو ولا 500,000 كيلو، وكيشد 4 المليون ولا 5 المليون في الشهر، وكيفسد الارض وديما في الغنى والشراب والخمر والحشيش والزمر، هذوك يتخلصوا كل شهر. ولكن بحال هذوك الناس مساكن اللي هما بغاو يخدموا البلاد بالعقول بصح، هذوك ما عندهمش الحق. هذيك هي هذاك هو القانون ديال الغابة نيشا، صافي. اللي هو ضعيف يتكال، صافي. هي هذيك حنا في المغرب. علاش غتسدوا له هذوك المدارس؟ علاش؟ اش دار لكم السيد؟ ولا جاتكم الغيرة حيت عطى 4 مليون لهذاك وكيفرق التليفونات ويعاون التلاميذ ديالو؟ جاتكم الغيرة؟ لأن ما عندوش الرخصة، عطيو الرخصة يخلص القوانين ديالو والسلام عليكم. علاش حنا ندير هذا الشيء؟